احنا دلوقتي موجودين في ماتشو يس اوبن مول. اي لاف ذا ايديا والكونسبت مش موجود كتير منه في الساحل الشمالي. فطبعا لازم اسال يعني ايه اللي خلى صادق تقوم بالخطوه دي وتعمل الكونسبت ده هنا؟ هي الفكره اتطورت معانا ثرو ذا ييرز. برضو كنا فيرست موفرز في 2015 وان وي جوت سيزر وبدانا نشوف ايه النيدز بتاعه الكلاينتس بتوعنا. الكلاينتس كانوا عايزين حاجه تو اد مور تو ذير فاميليز. يعني هم النهارده كانوا عايزين يعملوا حاجه اولادهم يخرجوا فيها بالليل يستمتعوا بالجو التحفه وفي نفس الوقت تبقى كونتيند. ما بنعملش حاجه ولا ريجنال ولا ميجا مولز اند سو اون. فبدانا نفكر ان ذس ايديا سبيشلي لما استحوذنا على مور لاند في المشروع وعملنا الكونسبت بتاع ماتشا اللي هو بالظبط زي الكونسبتس بتاعت بره. Whenever you go to any village هتلاقي فيها نفس الالوان بنفس اللاينز وحاجات كلها it serves the community من اول ريتيل up to the F&B. وكمان عندنا حاجه very unique مش موجوده تقريبا عند حد which is good days. Good days بوتيك هوتيل بيسيرف الناس اللي عايشه عندنا جوه الكوميونتي. فده اكيد it's a huge added value للمشروع which is حقيقي حاجه احنا سعداء بيها جدا جدا. هو معمول للناس people of صادق.